السلام عليكم. بحال كنقولوا هذا نهار كبير، استقبال معالي الاخ العزيز اسماعيل ولد الشيخ وزير خارجيه الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. انا والسي اسماعيل على اتصال دائم حول مجموعه من القضايا بشكل تقريبا كنتكلموا مرة ولا اثنين كل أسبوع، ولكن هذه زيارة مباشرة مهمة اللي كيقوم بها معالي الوزير كمبعوث لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب. وكان السيد الوزير حامل لرسالة من فخامة الرئيس إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، والرسالة هي تتعلق بالعلاقات الثنائية وبالتنسيق في قضايا إقليمية. الزيارة تندرج في إطار واحد التطور جد إيجابي اللي كتعرفوا العلاقات المغربية الموريتانية منذ وصول فخامة الرئيس إلى الرئاسة. تواصل منتظم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وطموح هو طموح مشترك بين جلالة الملك وفخامة الرئيس للدفع بهذه العلاقة إلى أبعد مستوى. هي علاقة عندها واحد الجوانب تاريخية، عندها واحد الجانب إنساني قوي، وهي كذلك علاقة جوار بين بلدين شقيقين. خلال هذا اللقاء اللي جريناه أنا وأخي إسماعيل تحدثنا حول المراحل المقبلة لترجمة طموح قيادة البلدين في تطوير العلاقات، ومن ذلك عقد اللجنة العليا المشتركة، ومن ذلك كذلك عقد لجنة المتابعة اللي على مستوى وزراء الخارجية للبحث في كيفية تطوير أكبر للعلاقات الثنائية. العلاقة الثنائية ممتازة على الصعيد السياسي، الجوانب الاقتصادية والجوانب القطاعية محتاجة إلى دفع أكبر لترجمة كما قلت رؤية جلالة الملك وفخامة الرئيس إلى علاقة جوار قوية بين البلدين اللي كتبنى على هذه الأسس اللي موجودة، علاقات الإنسانية، الروابط التاريخية، ولكن كتبني كذلك واحد المضمون لعلاقة استراتيجية بين بلدين شقيقين. ويمكن في هذا المراحل المقبلة في اللجنة المشتركة وفي لجنة المتابعة غيكون كذلك الدفع بهذا التعاون القطاعي وبتعبئة كذلك الفاعلين الاقتصاديين في إطار رؤية ثنائية ولا رؤية ثلاثية الأبعاد لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أبلغت زميلي وأخي إسماعيل عن يعني تحيات جلالة الملك إلى فخامة الرئيس وتقديره إلى لكل ما يقوم به فخامة الرئيس منذ توليه الرئاسة في من مجهودات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والنمو الاجتماعي داخل موريتانيا. كذلك تحية المجهود اللي كيقوم به فخامة الرئيس واللي كتقوم به موريتانيا في إطار الإقليمي وخاصة في منطقة الساحل، أو في الإطار العربي وفي الإطار القاري الإفريقي، واللي في السنوات الأخيرة كان حضور قوي لموريتانيا في مجموعة من الملفات المهمة في خاصة في منطقة الساحل والصحراء أو حتى على مستوى
الإفريقي وعلى المستوى العربي. فهي هذه إذن مناسبة أولا للتأكيد على قوة هذه العلاقة الثنائية، للتأكيد على أنها تحت مظلة قوية يرعاها جلالة الملك وفخامة الرئيس، وبأنها عندها طموح لتطويرها إلى أبعد حد، ولتكذيب كل يعني من يريد أن يصطاد في المياه العكرة حول العلاقات المغربية الموريتانية، اللي هي علاقات صلبة، علاقات قوية، وعلاقات لم تكن أبدا في السنوات الأخيرة ما عمرها ما كانت في هذا المستوى الإيجابي اللي هي عليه اليوم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول كما أشار إلي أخي العزيز ناصر بريطة، أنني جئت حاملا رسالة من فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني إلى جلالة الملك محمد السادس، وكما أشار إليه الوزير هذه تدخل في إطار العلاقات المميزة بين الدولتين. وأظن أن النقطة الإيجابية في هذه الأشهر الماضية والتي دلت إن كان هناك حاجة لأي دلالة على متانة العلاقات هي كان الاتصال الهاتفي الذي حصل ما بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد والشيخ الغزواني. وعندما اتصل جلالة الملك هذا كان له صدى كبير على مستوى العلاقات، ولكن كذلك في على مستوى الشعب الموريتاني والقيادة الموريتانية. فعلا أنا أؤكد أن العلاقات الآن في هذه السنوات الأخيرة عرفت قفزة مهمة إلى الأمام، وأظنها علاقات صلبة، ونطمح إلى أن نتقدم إن شاء الله إلى الأمام، خاصة كما أشار إليه مع الوزير في إطار التبادلات التجارية، التبادلات الثقافية. موريتانيا تشيد دائما بما تقوم به المغرب من تكوين الأطر الموريتانية في كل المجالات، وما تمنحه سنويا من أعداد المئات من الطلاب الموريتانيين الذين يدرسون في الجامعات المغربية، وهذا شيء نشيد به دائما وليس شيء جديد، هو يحصل منذ ما يزيد على 30 سنة، وأكيد أن كانت له نتيجة كبيرة على مستوى موريتانيا، والشعب الموريتاني يعترف بهذه القضية. أظن أن معالي الوزير أشار إلى نقطة مهمة، وأننا نعترف جديدا جميعا أنه بالرغم أنه على المستوى السياسي كان في التنسيق، كان في تشابه المواقف، كان في كل ما نقوم به، لا شك أن هناك دفع كبير وهناك إرادة سياسية قوية، ولكن لازم تتبع هذه الإرادة الآن الإرادة الاقتصادية، رجال الأعمال، الاستثمارات، فرص العمل المتبادل إلى آخره. نرى أنها ليست على مستوى الطموح السياسي الذي نحن فيه اليوم، وإن شاء الله الهدف من خلال اللجنة المشتركة التي تحدثنا عنها اليوم، أن لدينا لجنة عليا مشتركة يترأسها وزراء الوزير الأول من الطرف الموريتاني وكذلك من طرف المغرب، ولكن لدينا لجنة متابعة كانت إلى حد الآن يترأسها وزراء ما يسمى المينستر ديليجي المندوب، لكن الآن قررنا معا أن نرفع مستوى هذه اللجنة إلى مستوى الوزراء، ونتمنى إن شاء الله أن تنعقد في أسرع وقت. هناك الآن إدارات من الوزارة الخارجية في موريتانيا وهنا في المغرب تعمل يعني ليل النهار لتحضير هذه اللجنة، ونتوقع أن تحصل اللجنة إن شاء الله في أقرب وقت. أنتم تعلمون أن هذه ربما هي ثالث زيارة لي كوزير خارجية للمغرب، وأنا دائما عندما أكون هنا أحس أن عندي أهلي وأحس بكثير من المحبة والاستقبال والحفاوة. ومرة أخرى أريد أن أشكر معالي الوزير، لأنه لا شك أن معالي الوزير كذلك ناصر بريطة شارك في تقوية هذه العلاقة، وبالنسبة له هذا هدف كبير مثل ما هو هدف بالنسبة لي. وأظن أن إن شاء الله الآفاق الإيجابية أمامنا كبيرة، وأظن أن شعبينا يتوقعون ذلك منا، وكما قلت التوجيهات السياسية من جلالة الملك وفخامة الرئيس موجودة، وعلينا أن نعمل من أجل الدفع إلى الأمام بهذه العلاقة. وأشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.